لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب الشعب وليس تجديد الثقة كما طلعوا وتفضلوا قالها سيد رئيس مجلس النواب الشعب ما نعرفش عليه قالها يمكن باش يخرج من الباب الكبير مش من الشباك خاطر إذا كان نحن باش نجدوا الثقة لرئيس مجلس النواب الشعب يكون في ابتداء السنة الثانية من سنة برلمانية ولكن هذه للنظر في لائحة سحب الثقة واضح دونك اليوم اذا قاعدين نشوفوا انه فما كتل يديه خلينا نسميهم حركه النهضه وكتله ائتلاف الكرامه قاعدين يقوموا بضغوطات رهيبه على النواب فما تهديدات طالت النواب اللي صحوا على العريضه نتاع 73 ومن بعد كان بعد التحدي اللي رفعناه انه نوصل 73 واتهمونا انه مستحيل باش نوصل للحد الادنى باش نلموا 73 نائب وصلنا لميناهم بعد توا جمعة كاملة قاعدين يهدوا في نواب شفنا فايز التبيني البارح كلمته يعني وزارة الداخلية وأعلمته رسميا بتهديد سي حافظ الزويري من كتلة الإصلاح كيف قاعدين يعملوا عليه حملات كبيرة في الباجات فيسبوك اللي تابعين حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة ونعرفوهم يعني توجهاتهم السياسية برشا معناها النواب قاعدين توا يتعرضوا لل يعني للترهيب هذا اللي يعملوا فيه الحقيقة هذه مثلا لا خير ما نجم نوصفها كان هكا خاطر إذا كان عبيد اليوم تحكي على الديمقراطية وتحكي على التحول الديمقراطي وانتقال ديمقراطي ما بعد 2011 يقول اليوم لازم هي تعطي درس في الديمقراطية مش تحكي كلام وفعل يجيب ربي على خاطر الفعل اللي نشوفه فيه اليوم في مجلس نواب الشعب حقيقة خطير وخطير جدا وذلك علاش نحن باش ننبه الرأي العام وباش نحطه في باله من توا اللي راهو فما اليوم فما حتى اتهامات للنواب اللي صح